حياكم الله بالخير. بتكلم لكم اليوم عن الكف اسيست. الكف اسيست او المشين اللي حطيت لكم صورتها بسناب اللي قبل هذه، جهاز استخدمته كلير السكريشن. فكرة الجهاز هو انه يعطيك تو براشر، بوزيتيف براشر في الانسبيريشن ونيجاتيف براشر في الاكسبيريشن. في الانسبيريشن راح يسوي لك لنج اكسبانشن بحيث انه ينفخ لك الرئة ويخلي السكريشن تطلع على فوق. في الاكسبيريشن راح يشفط هذا الهواء. طبعا نجي للجهاز المستخدم اللي هو الكف اسيست. راح نمسك حب حب وراح نمسك البراميتر كلها. فبسم الله، هذا هو زر التشغيل. يحتاج انك تشبكه بالكهرب. بعد ما تشبكه بالكهرب تشغله من هذا الزر. بعد ما تشغله عندك هنا خيارين، يا انه اوتو يا انه مانوال. مانوال هو انك انت تتحكم بحيث انك لو ضغطت كذا تعطيه انسبيريشن وكذا اكسبيريشن. اما اذا اخترت اوتو فانت راح تشتغل على السيتنج هذه اللي هي الانهيل والاكسهيل والبوز. طبعا السيتنج في الاوتو انك تحط الانهيل 1 سكند والاكسهيل 1 سكند والبوز 2 سكند علشان تكون يعني في السيف سايد. راح تبدا معاه جرادولي من 10، بعدين تبدا تزيد البرشر الى ان توصل 40. لا تعد ال 40 عشان ما تدخل في نيوموثوركس والزحمه هذه. نفس الحكايه لو خليناه مانوال، خلاص الحين انت تتحكم. تقدر تحط مثلا اكسهيل انهيل بناء على اللي انت تبغاه. طبعا اذا كان في السيركت ليك ويعني البيشنت نفسه كان فاتح فمه ومو مسوي سيل، ما راح يشتغل الجهاز صح. لازم يكون البيشنت مسكر فم. طبعا بعد ما عدلت الليك يعني سويت سيل بالفم، شوفوا اشتغل الجهاز انهيل اكسهيل. وبس هذا كان درس اليوم اللي هو الجهاز الكف اسيست. أتمنى أن أعجبكم. أي سؤال أو استفسار الخاص مفتوح.